موضوع الموازنة البريطانية، مش عم نناقش أزمة الاقتصاد العالمي. أزمة الاقتصاد العالمي في لها مناظير متعددة ومداخل متعددة للكلام فيها. أنا بعرف نعم إنه هي هيدا جزء من هذه الأزمة، لكن عم نقول نحن في عنا يعني شريحة صغيرة عم نحاول نحن نكبرها ونعالجها من خلال الأزمة الموجودة. بريطانيا غير مرتبطة آليا ماليا بالاتحاد الأوروبي، فبالتالي هي كانت يعني بعيدة قليلا عن الأجواء الأوروبية وتأثر اليورو وكل هذه المفاعيل والتأثيرات الاقتصادية ضمن الدول الأوروبية. كانت بريطانيا بمنأى عنها وكانت بحالة سليمة مقارنة مع الآخر. هي مش مسألة ترقيع، نحن بنقول أنه في عنا وضع بخلال فترة معينة من الزمن وعنا دولة واحدة اللي عم نقول فيها. أنا أشاطره الرأي نعم في مسألة الاقتصاد العالمي، عندي وجهة نظر مختلفة. يعني التقدم الاقتصادي والتقدم الآلي والتكنولوجي الموجود في الأسواق المالية أصبح بسبب هذا التسارع التكنولوجي الحديث والعمليات الإلكترونية الموجودة على كافة يعني في كافة أقطار العالم، أصبحت من الصعب على الاقتصاد البريطاني والبنية الاقتصادية بشقيها القانوني والإجرائي والعملي أن تعالج هذه الأزمة. يعني أصبحت هي نفسها عاجزة عن هذا الإصلاح. صحيح. على بال ما كانت بدها تصلح جزء منه بيكون في صار مستجدات جديدة بالسوق، فبالتالي بتخسر الوقت، بتخسر الفترة، بتخسر السوق، تنهار الأسهم، ما بيعود فيك تقدر أنت تلحق هذا التسارع لعملية التصحيح، وكأنك أنت بتسحق يعني حجر وبتحاول تنقذه بينما هو صار يعني ضمن الآلة اللي بتسحقه. خلص. هذا المشكل بالنسبة للاقتصاد العالمي. نعم. هو طبعا في أزمة، لكن نعم. أنا يعنيني ليس هناك أزمة بنوك حاليا في بريطانيا. يجب أن أكون موضوعي يعني وأعطي كل أمر، ليس دفاع ولكن خطة أوزبورن يا دكتور محمد. نعم. خطة هي سبب كبير أنها جدا من الأزمة، ستسترد ولكنها لم كل تساعد في حل الأزمة. يا دكتور محمد، كل الأموال التي أعطيت للمصارف المتعثرة تريد الحكومة اليوم بوجب خطة استردادها قبل أول كانون الثاني يناير القادم 2011. في هذه الحالة القطاع المصرفي ألا يوضع مواجهة؟ لا مش بدها تسترد بهذا الأمر. خلينا نوضح المسألة. من حكومة العمال لما بدأت الحكومة يعني بفرض شروط وقيود على إنقاذ هذه المصارف، كان هناك نوع من التذمر لدى المصارف. الحكومة اتبعت سياسة لينة في حل هذه الأزمة، قالت للبنوك حسنا هذه أموال الشعب، أنا لا يمكن أن أتصرف بها. البنوك استغلت هذه الأزمة وقالت لها يعني الحكومة يا أنه بتنقذونا يا أنه بينهار الاقتصاد. قالوا لهم طيب نحن بنوضع بدنا نعطيكم أموال، نحن مقابل هذه الأموال بنساعدكم بنشتري قسم من البنوك. فالبنوك ما كان في عندها حل. باركليز رفض هذا الاتجاه كليا. نعم. وراح حصل وكان وضعه المالي كويس وحصل على مصاري من دول الشرق الأوسط وحصل كل الأموال اللي بده إياها، ولم يضطر إلى الحكومة أن تلجأ بإعطائه أي أموال. ليس لديه مشكلة. هناك بعض البنوك، البنك أوف سكوتلاند، بعض الجمعيات المالية المقرضة للقروض المنزلية والرهونات العقارية، نعم تأثرت، اشترتها الحكومة ومنها لويدز بانك يعني مشارك في جزء منها. نعم. اشترت الحكومة جزء من هذه الأصول وأنقذت البنوك واشترطت عليهم إدارة مشتركة معهم. نعم. دون فرض سيطرتها وسياستها عليهم. نعم. الآن اجت هذه الحكومة الجديدة. نعم. بدها تفرجي أن الحكومة القديمة أخطأت فقالت للبنوك لا أنت بدك تدفع الأموال بهذا الوقت. هلأ مش بزر. خطأ هذا الأمر. نعم. الناس متوقع أن تدفع البنوك حتى أكثر من هذا تريد استرداد الأموال. وهذا أمر عادي بالنسبة للمجتمع. هذا ما كنا نقوله. طيب اسمح لي دكتور أحمد أبو نور أعود إليك مرة جديدة. يعني من يقرأ الخطة الجديدة المطروحة من قبل الحكومة البريطانية، يعني كما تعرف خفض إنفاق، تجميد رواتب، زيادة لضرائب تحديدا ضريبة على القيمة المضافة بما يتجاوز 20% كما تعرف، الأثر المباشر لهكذا أرقام، لهكذا خطة على الوضع الاقتصادي وتحديدا ربما القسم الأبرز ما تحدث عنه إندبندنت البريطانية من أن شبح البطالة بدأ يطل برأسه، 1 مليون وظيفة سيتم إنهاءها خلال 5 سنوات. هل تشاطر الاندبندنت هذا الرأي وبريطانيا اليوم أمام خطر البطالة الحقيقية في صفوف العمال؟ نعم أتفق بالفعل مع هذا التوجه
بس دعني أعلق في جملة على عجالة، أننا كلنا اقتصاديين وغير اقتصاديين نتفق على وجود خلل بنيوي في بنية النظام الاقتصادي العالمي، ولكن لم يكن هو محل النقاش اليوم، وتركناه لممارس ترقيع في خطة التقاشف البريطانية أو المواد البريطانية. لا، نحن تركنا العامل المشترك الذي يجب أن يحل في توقيت ما، لكن هو لم يكن موضوع الحلقة اليوم. رجوعا لسؤال حضرتك مرة ثانية، أتفق فعلا مع توجه الاندبندنس، ولكن عايز أقول أن هذه الخطة ستقود بريطانيا للأسوأ، الذي لم تفلح معها الأزمة العالمية في أن تجرجرها إليه ستذهب إليه بريطانيا بقدميها بهذه الخطة التقشفية، لأن على بريطانيا أن تعتمد خطة عكس هذه تماما، أن تعتمد خطة توسعية، أن تشجع، أن تحفز الإنتاج، أن تحفز الاستهلاك، أن تحتكم أكثر لمعدلات النمو في المجتمع. يعني تتجه نحو البطالة، هكذا هكذا ترى دكتور أحمد أبو النور. طيب دكتور سليمان، كلمة أخيرة، إلى أين يتجه الاقتصاد البريطاني، بريطانيا تحديدا وليس الاقتصاد العالمي، في ظل مرحلة ما بعد هذه الخطة ومرحلة ما بعد هذه الأزمة؟ يا أخي أنا نظام اقتصاد عالمي، يعني هناك نظام تقوده أمريكا ومجموعة من الدول الأربعة الخمس، ونعود ونقول نظام اقتصاد، لا يوجد نظام اقتصاد عالمي بعد 72. الاقتصاد الأمريكي في الهاوية، الاقتصاد البريطاني يلحقه متماسك معه، الاقتصاد اليوناني نفس الطريقة. هناك خطأ، أنا لا أريد، أنا أعرف جيدا أن السيدين المتحاورين يعيون تماما أكثر مني أزمة النظام الاقتصادي في العالم وليس العالمي، لكن أقول هناك شبح بطالة هاجم بشراسة، هناك معدل تضخم يرتفع، هناك ضرائب مرتفعة، هناك تناقص في أهم إرث من إرث المملكة البريطانية، وهي دعم العاطلين عن العمل. الآن بدأت تقول، يقول هذا الدعم، هناك تقليل في المعونات لذوي الاحتياجات الخاصة، هناك ضرائب جديدة تفرض على البنوك. ماذا يعني أن تقوم البنوك بالمطالبة السريعة يعني تحت القضاء؟ تعود مرة جديدة لقول أن النظام برمته يعني بحاجة لإعادة نظر وهيكلية جديدة، والنقاش لا ينتهي، ولكن وقت الحلقة انتهى للأسف. دكتور حيان سليمان الخبير الاقتصادي من دمشق، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. شكرا أيضا دكتور محمد حيدر الباحث الاقتصادي كان معي من لندن، والدكتور أحمد أبو النور كان معي من القاهرة. إذن تقشف اقتصادي وفاتورة سياسية، كان هذا موضوع حلقة اليوم من تحت الضوء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.